معكم أخوها مصطفى، تقني في الإصلاح الثلاجات والماكينة الصابون والكليماتيزر. وأخويا المدخول شنقولك، بزاف تكون فصل الصيف تتكون الحركة شوية، تيكون الجو بارد راك عارف، يلا تتمشي مع الوقت هو هذاك. وبكثرة ماشي بكثرة، بزاف أخويا، وخصوصا في الصيف هذا الإنسان ما عنده علاقة بالدومين وتقدر تطلقها تيصلح ديك. وفوق هادشي الكليان هو اللي تتجي فيه، الزبون هو اللي تتجي فيه، تيقلب على ثمن ناقص وما تيشوفش العواقب موراه. هذا تخدم تيخدم الانسان غير عشوائي، تقلب عليه ما تلقاش، ماشي بحال مول المحل، خلص الضرائب ديالو، تيخلص المسائل ديالو، حتى لو وقع شي مشكل انت راه عندك فين تكون. ما كاينش الاخطاء اخي، لا كاليتي ديال الثلج نقصت دابا لان الاثمنه طاحت، والجوده نقصت حتى في الصناعه، الجوده نقصت، ما بقاش بحال شحال هذه الثلاجه تخدم 30 عام. دابا الثمن ديال الثلاجه هاد الماكينه نقصها، وما راه نقصوا في الجوده، فهمتي؟ هاتي ديروا لك استواعد الخدمه ديالها، راه غيوصل ديك الوقت ديالها غتوقع. كل بياسه والديفو ديالها، فهمتي؟ كل حاجه عندها، هي الا تعديتي راه تتصبر واحد شويه وغتقطع لك الكروا، غتمشي يوقع لك مشاكل. الثلاجه كذلك ما خصناش نشارجيوها بزاف باش تبقى خدامه مرتاح، لان الانسان ما تعطيش اكثر من الثقل ديالو. هذا الثلاجه راه كذلك، راه فيها واحد 290 لترو على حسب لترو ديالها تتبرد، اذا شارجيتيها بزاف راه ما غاتبردلكش. الريكلاج ديالها وعادي، تيكون الصيف وداك الشيء تزيدها باش تزيد لك البرود ديالك، عادي. لا ولا هو داير لك ريكلاج الا باش غتستعملو، كما كان في اخطاء راه ما يديرلكش ريكلاج. والحمد لله مرتاحين، فهمتي؟ اللي عنده سمعه راه تيخدم مرتاح، داكشي كلشي على حساب السمعه. جا ندي بلاصة وعادي، هو الكليان تيخلص الديبلاسمون ديالو، الديبلاصة عندو راه ثمن واحد اخر، يديبلاسي لك الثلاجة ولا البياسة لا تولي ثمن واحد اخر. وكل حاجة راه تتبدا من 50 درهم راه، فهمتي؟ حتى 2000 درهم على حساب البياسة إلا كانت غالية ولا شي حاجة، ماشي 2000 درهم باش تناخدو هنا، تتكوموندي له بياسة كارت مير ولا شي حاجة على حساب لي بياسة، كل حاجة وثمن. المغاربة الحمد لله تيخدمو في هاد الشيء. غير دابا كيما قلتي قبيلة المتطفلين اخويا هما اللي تيخسروا لنا السمعه ديال، ورا الكليان اخو هو اللي خصو يسول، راه ماشي حنا. ابا الكليان تيقلب خلا 50 درهم ناقصه وما تيشوفش العواقب، فهمنا؟ انا ما عنديش محل، غنخدم لك غنخرج راه غتعيط لي ما غنوليش نرجع لعندك. انت عندك محل، عندك مقر فيه، غتجي لعندي للمقر، كاين ولا ما كاينش؟ اما انا خدمت لك مشيت بيع حالتي غنتخلص، راه ما نوليش نرجع لعندك. اللي عنده المقر راه تتجي، راه عنده الضريبه ديالو، عنده التسريح ديالو، حتى الا كان ماشي داكشي قانوني. الكليان تيقلب على 50 درهم 100 درهم ناقصه، ولكن ما تيشوفش العواقب شنو هو. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.